لا لا لا، ايه الشطاره اللي انتوا فيها دي؟ كل الناس عرفت يا جماعه. القصه بقى ان انا قررت ان انا النهارده اعمل فطار مغربي. سلام حبيبي، هذا اليوم غن طيب كسكسو المغربي، وكنت اتمنى يعجبكم. هي دي المفاجاه. مفاجاه ليا انا شخصيا. انا بحب الكسكس جدا، و قررت ان اعمله، دي اول مره اعمله، فربنا يستر ان شاء الله هيطلع حلو. وطريقته يعني فيها خطوات بس سهله. يلا نشوف. بصوا، دي اول حاجه، حطيت اللحمه، وبعدين حطيت بصل، طماطم، سمنه، لسه هحط الزيت والبهارات، شويه بهارات بقى، فلفل اسود وكركم وملح. حطيت كمان جنزبيل، وبعدين هنقلبهم كده كويس، وبعدين نحطهم على النار عشان تبتدي تستوي. طب ما تعمل معايا كده، شكله تحفه. عايز انت لوحدك؟ انا ايه؟ انت لوحدك؟ انا لوحدي؟ بس ما ده حاجه وحشه قوي، بس تمام. مش صح ان شاء الله، صح ولا ايه؟ انا تقريبا كده ايه، حطيت شويه، مش هحط كتير عشان ايه ما يعجنش. بس يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا جماعه يطلع حلو ان شاء الله. نوزع بقى، نوزع. تقريبا كنت اخليه شويه كده، بس تمام يعني.
طيب هو عموما المفروض تقريبا يعني ان انا احط اللحمه الاول ماشي بس يعني ايه انا اتذكيت شويه. اتفقنا خير من ناحيه الموضوع ده يا جماعه الصراحه. عملته ايش ده؟ انا عملته هدوق بقى اقول لكم حلو ولا لا. انا مبسوطة جدا انتوا مش متخيلين. اهو حلو ازاي شكله حل؟ عشان اللي هي مش ده شكله حل؟ ايوه طيب شكله حلو. ربنا يستر الطعم بقى عشان حلو. هتدوقوا معايا وتقولي رأيك صح؟ ايه؟ هتدوقوا معايا وتقولي رأيك؟ ايوه ماشي. كيف جاتكم الهداجة ديالي؟ لا طلع حلو الصراحة، طلع حلو يعني انا لما بعمل حاجة بحبها بحاول اتقنها قدر الامكان ومش انا لوحدي اكيد اللي قلت انه حلو يعني كذا حد ذاق من عندي واتبسطوا يعني الحمد لله. زين ما بيحبش يجرب هو حاجه جديده خالص، حاولت معاه بجد بكل الطرق بس هو بس بيشوف الحاجه كده مش عارفها فما بيرضاش يدوق. لكن كلهم اتبسطوا وانا اتبسطت قوي. الأغنية اللي كنت هعملها فيها حاجات ما تزبطتش فقلت هزبطها بقى وممكن أعملها في فيديو، فأنا ما كنتش عايزة أحرقها وهي يعني ما تعملتش بشكل أنا راضية عنه، فقلت أول بس ما تتزبط هنزلها لكم عشان أنا برضو بحبها قوي. هي أغنية مغربية برضو بس هي أغنية جديدة يعني فإن شاء الله تعجبكم. قولوا لي بجد ايه رايكم يعني في الخطوات والحاجات دي، تحبوا نعمل كل فتره حاجه زي كده؟